ورجعنا لكم وفقرتنا الأولى في الأهلي خط أحمر. يمكن بعد مباراة الذهاب يا أسامة في لقاء سان داونز كنت قلت هنا جملة، قلت لا تتعلق بنصف حلم ولا تتعلق بنصف أمل. دي كلمات رائعة لجبران خليل جبران، وهو ده الموقف قدام الوداد، وهي دي فكرتنا بالظبط. احنا مش هنقبل بنصف النهائي إن شاء الله، لن نقبل هذه المرة سوى بالبطولة. الأهلي قدم مباراة رائعة، كل الأجواء كانت مهيئة لمباراة هي من صفات الأهلي البطل، اللي بجد يا أسامة في المباراة دي كل جمهور الأهلي كان عنده إحساس إنه بيشوف الأهلي اللي ما شافوش بقاله سنين، على مستوى الشخصية، على مستوى الروح، على مستوى الإصرار، على مستوى لاعب خرج كل حاجة عنده، مش لاعب واحد، الفريق كله كان بيفكر بالعقلية دي. وعشان كده الأجواء دي والثقة دي إن شاء الله تكون مفتاح الفوز يا أسامة في المباراة التانية كمان بإذن الله، مفتاح الفوز. وطبعا بترسل طمأنينة لجماهير النادي الأهلي، ولكن طبعا الكرة ما فيهاش أي حاجة مضمونة، دايما بنلعب على فكرة إن خلاص ننسى نتيجة مباراة الذهاب ونركز في مباراة الإياب. مباراة الجمعة لا تحتمل أي تهاون أو أي استهتار، إحنا كسبنا جولة لكننا لسه ما صعدناش. الصعود الرسمي إن شاء الله يكون يوم الجمعة، وبإذن الله نكرر الفوز على الوداد عشان نعمل نتيجة إيجابية ونفوز ذهاب وإياب في نصف النهائي، يدينا دفعة قوية جدا بإذنك يا رب إن شاء الله في المباراة النهائية. عايزين نقول إن كان في اختبار حقيقي لاعبي النادي الأهلي، خاصة وبعد تعيين سيكازو حكم من المباراة بدأت كلام كتير عن فكرة تاريخ الحكم ده، وكنا دايما بنقول المعادلة الصعبة ازاي تضغط على الحكم وفي نفس الوقت تعزل لعبتك وتخليها تركز في المباراة تماما. ده بالظبط اللي حصل، لعبت النادي الأهلي قمة التركيز، المدير الفني قمة التركيز، وطبعا أنا بشوف تغيير ديانج تغيير راجل فاهم كويس قوي أجواء المباراة بعد الإنذار اللي في بداية أول ربع ساعة وركلة جزاء اللي كان فيها 50% 50%. فموسيماني على طول قال أسحب ديانج، لأن طول ما أنا بلعب 11 أنا ليا اليد العليا، وده اللي حصل واللي طبعا هنتكلم فيه وهنستعرضه من خلال أرقام وحاجات وإحصائيات في المباراة فارس. لكن مهم جدا كنا نأكد إن مباراة الصعود هي مباراة الجمعة وليس المباراة اللي كانت في الدرب خالص. إحنا قلنا لن نتعلق بنصف أمل، ودي فلسفة النادي الأهلي طول عمره في بطولاته وفي مواجهاته وشخصيته. بس عايز اقول لك حاجه كمان بمناسبه موضوع تغيير ديانج. بص يا اسامه، المدير الفني زي ما هو طبعا قاري الجيم كويس قوي فخد قرار زي ده، في حاجه كمان مهمه ان هو عارف ان عنده بره لاعب بالكواليتي قريب جدا اللي هو حمدي فتحي. ما تقدرش تحس فرق لو انت عملت بالظبط، خلي بالك دي برضو من صفات الفرق الكبيره، وصعب جدا انك تخرج ديانج وتنزل حمدي فتحي تقريبا كل الواجبات اغلب الادوار بنفس يا اسامه الطريقه وبنفس التركيز وبنفس التمركز. فانت ما حسيتش وانت بتتفرج ان في حاجه حصلت، حسيت ان الفريق واخد نفس الطريقه ونفس الشكل. بس كمان عندنا حاجه الاهلي عملها مهمه جدا، وزي ما قلنا يا جماعه الاهلي وجد في كره القدم الافريقيه عشان يكسر كل القواعد ويحقق كل الارقام تقريبا. يا اسامه لو حاولنا نتكلم في اي ارقام هتلاقي الاهلي هو اللي واخد الرقم ده، ارقام استثنائيه. كمان الوداد كان عامل رقم حوالي 4 سنين و20 يوم ما بيخسرش على ملعبه، ما بيخسرش في المغرب، ومع ذلك كانت خسارته الاخيره قبل المباراه اللي هي بتاعه النادي الاهلي دي كانت برضو على ايد النادي الاهلي. ويجي النادي الاهلي للمره الثانيه بيحقق فوز على الوداد. وهنا يا أسامة حاجة احنا اتكلمنا فيها، شخصية الفريق ده اللي بتتكون زي ما قلنا في مباراة الهلال، وزي ما اتكلمنا ان المباراة دي كان من اكتر الحاجات اللي فادت الفريق تحت ضغط، لدرجة ان فايلر نفسه ما قدرش يتحمل الضغط النفسي. فكويس قوي ان لعبتك تتحمل ده، وكويس جدا ان احنا نشوف ان انت بقى عندك الثقافة دي. غياب جمهور الوداد اكيد اثر عشان نكون منطقيين، بس كمان لا، الأهلي بره في البطولة دي مختلف عن قبل كده أسامة بكتير. هو بمناسبة أنت فكرتنا بمباراة الهلال السوداني، وطبعا دي كانت مباراة فيها شحن جماهيري غير طبيعي، وكان يمكن حتى بدايته من هنا. وكان بعض الناس بتتهم بعض لاعبي النادي الأهلي أن هم بيفتقدوا للشخصية برغم أن هم عدوا من اختبار قوي جدا، كانت مباراة صعود.
مباراه انت كنت متقدم فيها بهدف وكنت تقدر كمان تفوز 2 لولا عدم توفيق اللي كان مصاحب كهربا. لكن في نقطه مهمه جدا يا جماعه وما ينفعش ننساها، الكابتن محمود الخطيب وصورته اللي نشرتها قناه النادي الاهلي وهو ساند على السور وعينه على التدريب، دي ما كانتش اول صوره في البطوله دي، كانت في صوره برضه في زرقاء اليمامه او في الهلال السوداني وهو قاعد بيشوف التدريب من بعيد وبيصر ان هو يكون رئيس بعثه في المواقف الصعبه، شبح صن داونز الخماسيه وبتيجي هنا بتكسب وسط جماهيرك 2-0 وبرضه النتيجه ممكن تحصل مشاكل كتير في جنوب افريقيا، يصر ان هو يكون رئيس البعثه. يعني الكابتن محمود الخطيب شايل اعباء كتيره جدا ومع ذلك بيخوض رهان مهم جدا في المواقف الصعبه، سواء في السودان سواء في ماتش صن داونز وكمان في مباراه المغرب. مش كده وبس، انا حابب اشكر جدا لاعبي النادي الاهلي اللي هم مقدرين كويس قوي لما يكون رئيس بعثتك هو رئيس النادي ويكون الكابتن محمود الخطيب اسطوره الملاعب المصريه، فانت لازم تلعب بمنتهى الجديه عشان حتى تبين للراجل ده لا احنا مقدرين ان حضرتك رئيس البعثه، احنا هننزل نبذل كل مجهود، اه بنلعب باسم النادي الاهلي وللنادي الاهلي، ولكن ده برضو اضافه ان احنا نوري لحضرتك ان احنا قادرين على الثقه اللي انت منحتنا اياها بتوليك رئاسه البعثه. دي كانت نقطه مهمه يا فارس حابين ننوع عنها لان البعض بيغفل ادوار كتيره جدا بتحصل لا. خلف الفوز. بص انا يعني اللقطه دي اثرتني ومن الحاجات اللي انا اول ما شفتها انا حتى كتبت عندها تفاعل الناس واحساسهم بمشاركه مع كابتن محمود الخطيب وفكره ان هم حاسين ان لا هو متحمل كتير جدا الفتره اللي فاتت، كابتن محمود الخطيب صامد في تركيز وفي روح رغبه في البطوله دي وفيها اصرار، وشخصيه بقى كابتن محمود الخطيب الهدوء اللي بيمنح اللعيبه الثقه بدون اي توتر وبدون ما تحس ان انت بيضغط عليك، ودايما بعاده رؤساء النادي الاهلي يا اسامه في حته ان انا دوري داعم كابتن محمود الخطيب، هتلاقي تيجي طول الوقت لا بيحاول يتصدر المشهد، ودي مهمه جدا، اكتر واحد بيكون دايما بينسب الفضل للاعبين والجهاز الفني طول الوقت على كده، دي ارث للنادي الاهلي بيحافظ عليه كابتن محمود الخطيب، وان شاء الله انا نفسي باذن الله البطوله دي عشان دي تحديدا هتبقى تعويض ليه عن حاجات كتير جدا لم نكن نتصور ان القامه والقيمه كابتن محمود الخطيب ممكن في يوم حد ما يكونش عارف حجمه ولا اللي اداه للكره المصريه نفسها. الله يا فارس، احنا طبعا طبعا اي نتيجه بتبقى بصاحبها التوفيق، لكن انت عليك زي ما بنقول دايما هنا ان انت بتضع او بتهيئ الظروف المناسبه للفوز او لتحقيق اللقب. ده اللي كان بيحصل بالظبط في المباريات اللي فاتت، واعتقد ده على ارض الواقع بقى لما نتكلم فيه لا في فنيات كتيره، وموسيماني باين بعض البصمات على الفريق حتى لو المسافه او المده الزمنيه لتوليه قياده الفريق مش كبيره، لكن كان واضح جدا، وكان واضح كمان ان طبعا دي احصائيات المباراه، انت بتسجل هدفين عندك محاولات وانت بتلعب في المغرب، اه مفيش جماهير ولكن في النهايه انت عندك 11 محاوله مقابل 8 محاولات فقط للوداد، انت منهم 3 اون تارجت، الوداد 2 فقط اون تارجت. نسبه احتماليه تسجيل الاهداف ودي الاكسبكتد جول انت 2.62% مقابل 1.63، وده معناه ان انت كنت اقرب للتسجيل وكنت انت الاخطر على مرمى الوداد. الاستحواذ 52% ل48 مقابل الوداد، والشوط الاول النادي الاهلي طالع بنسبه استحواذ تكاد تكون تاريخيه 60% والوداد كان 40%. طبعا التمريرات كان 417 مقابل 392 للوداد، بدقه تمرير النادي الاهلي او فريق النادي الاهلي 80% مقابل 72% للوداد. ده مؤشر مهم جدا او قراءه لمباراه الاهلي والوداد اللي بتعكس تفوق النادي الاهلي بشكل كبير جدا، وقدر موسيماني يخلق حاله من الفنيات داخل الملعب، واكبر البعض بيظن ان فريق الوداد فريق ضعيف وبيتجاهل فكره ازاي موسيماني لعب على نقاط الضعف في الفريق، وازاي محلل الاداء قدر يكشف له فريق الوداد اللي كان بيعاني من بعض النقاط، واللي طبعا مدرب الوداد عمل مشكله يا فارس في فكره ان انا عندي غايب قلب دفاع، فقمت منزل ارتكاز يلعب قلب دفاع وجبت ابراهيم النقاش اللي هو بقاله فتره طويله جدا وعمره 38 سنه حطه، فبقى عنده مشكلتين في الملعب
وموسيماني واضح جدا ان كان في تعليمات لمجدي قفشه تحديدا اضغط. فكره اضغط اضغط عليه وده اللي جاب منه الهدف الاول. غير كمان قبل مجدي قفشه فكره ان انت بتقرا الجيم، مش بس اصل الارقام اهم حاجه مدلولها، انت بتيجي يا اسامه حد ذاكر كل تفصيله في الوداد. انا كان قبل المباراه اكتر حاجه مش عايز نعملها ان احنا نلعب بنفس الشيب بتاع الوداد اللي هو ما نلعبش بثلاثة في نص الملعب عشان تقدر تستغل المساحة خلف ثنائي الارتكاز، وده اللي حصل. الكارتي وحسوني ازاي لعبت وراهم، ازاي الحتة اللي بين الظاهرين وقلوب الدفاع استغلتها، فكرة الأجنحة بتساند ازاي. الناس طلعت بعد المباراة ما ادتش الكريدت لموسيماني، لعيب زي بديع أوك ولعيب زي إسماعيل حداد الناس بتتكلم ان لا مش في مستواهم، لا اللعيبه دي مميزه جدا. انت اللي خليتهم كده. لما تشوف معدل استخلاص الكرات على الطرفين سواء من الجناحين او الظاهرين ارقام تقريبا الاثنين مجتمعين الاجنحه والظهراء اكتر من 50 كره تم استخلاصها في المنطقه دي بس. عارف فارس كان في لقطات متكرره بتبين لك ان ده فكر مدير فني، ان الجناح لما كان دايما بينزل يسقط يستلم الكره كان معاه هاني او علي معلول هو ده مان بيلعب عليه مان. موسيماني. وكمان الضغط وفكره العزل يا فارس باكبر الوداد انه يلعب الكرات الطوليه، فعشان كده ياسر ابراهيم عمل رقم انا من وجهه نظري من افضل ارقام ياسر ابراهيم. ياسر ابراهيم عنده التحامات هوائيه 8 مرات نجح في الثمان التحامات هوائيه. ياسر ابراهيم في حاله مميزه بقى في حاجه ياسر ابراهيم في المباراه الافريقيه الصعبه بيظهر بشخصيه مختلفه تماما، خاصه التحامات الهوائيه فارس لما 8 التحامات هوائيه ينجح. انا متفق بالفوز بالثمان التحامات الهوائيه، وهو ده اللي عمله موسيماني اللي هو خلى الكره العاليه تتلعب ونلعب على السكند بول وقدرنا نستحوذ وناخد الكره بالزبط. ومنهم جه طبعا قفشه اللي كان بيتعرض لبعض الانتقادات ولكن رد بشكل محترم. قفشه احنا عندنا مشكله في حاجه، الناس مستنيه افضل انتاج من اللاعب، وانا فعلا متفق ان قفشه محتاج اكتر من كده، ولكن في المباراه دي انا في رايي دي بدايه قفشه الحقيقيه. الاماكن دي هي الاماكن اللي قفشه لمس فيها الكره في المباراه. لو بصينا على الخريطه اسامه تقريبا مفيش مكان في الملعب قفشه ملمس في الكور. قفشه المباراه دي بدنيا وعلى مستوى المسانده عارف قفشه عمل ايه؟ لعب الدور الثنائي اللي انت كنت محتاج تلعب بثلاثه، هو قفشه اللي وصله. بقى يلعب في وقت ينزل بيضم لثنائي الارتكاز فيبقى عندك الثلاثه، وقت الهجوم بيرجع يساند. كمان فكره عنده محاولتين على المرمى مراوغتين ناجحين 88% دقة التمرير، والأهم بقى من كل ده ودي الحاجة اللي أنا بحبها جدا في أي لاعب بيصنع اللعب، وهي فكرة استلامه للكرة. عمرك ما هتبقى بلاي ميكر ناجح وانت بتستخبى من الكرة، مستحيل. لا انت بتظهر وبتحاول تستلم. قفشة أكتر لاعب في المباراة استلم الكرة، لما تيجي تلاقي قفشة أكتر لاعب استلم الكرة دقة التمريرات 88%، كل الاماكن دي لمس فيها الكره، هتعرف ان اهم لاعب في الاستحواذ تكتيكيا كان قفشه. والحضن اللي اداهوله موسيماني بعد ضربه الجزاء بدا يحسسني ان موسيماني يعي جيدا يقدر يطلع ايه من اللاعب ده بالزبط. فانا بالنسبه لي قفشه دي بدايتك الحقيقيه اللي ما ينفعش ترجع تاني للخلف كلاعب الجمهور مستني منه اكتر من كده، لا دي لازم البدايه ان انت تدي 100% من المردود اللي الاهلي ضمك عشان. خاصه وان قفشه اختار التحديات اللي بجد يا فارس. صحيح، وفضل الاهلي رغم ان هو كان في المكان اللي البعض يذهب اليه من اجل دوافع ما يسمى التحديات. ما يسمى الطموح، وانت فاهم قصدي كويس، او ما يسمى الطموح. فكويس جدا ان قفشه لاعب منتمي ولاعب بيحب الاهلي، فنتمنى ان ده ينعكس. بس معانا حاجات تانية. لا معانا غير قفشه كمان طبعا اجاييه عايزين نتكلم نقطه عنه، لان اجاييه من اللعيبه اللي بتظهر في المباريات الكبيره وده بيكون لاعب مهم جدا. شفنا اجاييه وعلي معلول بيكونوا ثنائي مهم جدا في كل المباريات المهمه، سواء صن داونز او النجم الساحلي اللي كانت في القاهره او مباراه الامس حقيقي. وحط انفراد لحسين شحات من لمسه واحده كان ممكن يضاعف النتيجه. وطبعا مش هننسى نقطه التحول في المباراه وهو الكابتن محمد الشناوي اللي بيقدم افضل مواسمه على الاطلاق. طبعا نتمنى له كل التوفيق عشان باذنك يا رب يحمل الكاس دي كتتويج على مجهوده خلال الموسم. لكن البعض خرج بفكره ان الاهلي كسب الوداد 2-0 في المغرب فالامر انتهى.
طبعا ده من وجهة نظري فخ مش ممكن او مش لازم لاعبي النادي الاهلي يقعوا فيه، واعتقد ان هم مش هيقعوا فيه. من هؤلاء الكابتن خالد غندور، نسمع قال ايه ونرجع نعقب. وبكره ممكن الزمالك ينهي يعني فكره الوصول للمباراه النهائيه زي ما الاهلي انهى قولا واحدا خلاص الوصول المباراه تحصيل حاصل يوم مباراه الجمعه الجايه، تحصيل حاصل. هذا الفريق بهذه الامكانيات البدنيه ولسه كمان هيسافر لمصر. ما هو هيسافر لمصر والنادي الاهلي في المغرب هيجي مصر. طبعا يا جماعه الكلام ده مش في كره القدم، وعندنا نموذج المفروض الكابتن خالد الغندور تحديدا يكون في ذهنه دايما، حتى لو هو كان لسه مبطل كوره في نادي الترسانه، وهي مباراه 2005 في البطوله العربيه دور ال 16، الزمالك بيحقق فوز على الرجاء المغربي 2-0 في المغرب، ومباراه العوده الرجاء المغربي بيحقق الفوز على الزمالك بثلاثيه نظيفه. طبعا الجون الثالث كان داخل في الدقيقه 91، وكان طبعا هدف شهير للكابتن ابراهيم سعيد، بيحاول يلحق طبعا الكره من على خط المرمى، فدخل بيها الكره المرمى وصعد الرجاء على حساب الزمالك، برغم ان الزمالك كان محقق على الرجاء النتيجه 2-0 في المغرب. هنا بنتكلم كمان عدم وجود جماهير سواء في المغرب او في القاهره بتعني ان نسب الفريقين متساويه تماما، فاحنا اكيد ان شاء الله مركزين في المباراه الجايه وما بنسمعش لكل الكلام ده، والنتيجه باذن الله او الصعود نحسمه يوم الجمعه ان شاء الله يا فارس. صح، اكيد جاموندي اكتر حاجه اتكلم فيها مع اللاعبين من غير ما تفكر ان ايه الدافع اللي يمنعك ان انت تعمل اللي الاهلي عمله. بالظبط، كل الظروف هي كل اغياب الجمهور، بتلعب في ملعب، فكره الملعب دي اتلغت، وعشان كده كويس جدا ان موسيماني ادرك ان تسجيل الهدف هناك بهدفين، فكويس جدا ان هو عمل حسابه ان لا انا الهجوم في افضليه بدون جمهور هناك افضل من ان انا اهاجم هنا. بس عشان كمان دي ظاهره لازم نرصدها، وحسن انتفع على قناه النادي الاهلي قبل ما ندخل كان في تقرير بيكتر بقى ذكريات ليفربول والبارسا والريمونتادات التاريخيه، احيانا في ثقافات اخرى مختلفه في انديه ثانيه هيتعاملوا بشكل مختلف خالص، وان احنا حسمنا والنظره اللي فيها تعالي في كره القدم، انما هنا احنا مدركين جيدا ان احترام الخصم هو السبب الاول ان انت تقدر تفوز. بس لو احنا دي فلسفتنا كان في حد مش دي فلسفته اطلاقا وبيمتلك فلسفه تانية. نطلع نسمع كابتن رضا عبد العال شاف الموضوع ازاي. طبعا الشناوي صادت ضربه جزاء كانت نقطه تحول، مع اني ان انا شايف فرقه الوداد فرقه كذابه ويا ريتها ما تيجي. يعني هما لو بيفكروا صح ما يجوش المباراه الثانيه. ليه مش عايزين نفنش المباراه؟ يعني المباراه الكره فيها كل حاجه. لا مش يا كابتن رضا والنبي ما تنيمش الدنيا، يعني احنا بنفرح، بس المباراه الجايه مباراه مهمه والكره فيها دروس كتير قوي، ده فيها رومنتادا كتيره. حبيبي ماشي الكلام ده، مثلا لما تلاقي مثلا في 3 4 لعيبه يخوفوك، حتى لو خسروا 3 انت تبقى حاطط ايدك على قلبك. لما انت مفيش لعيب لفت نظر، ده مش كلام فني، يعني في رايي ده مش تحليل فني. مفيش في العالم اي حد يتكلم فنيا في فكره ان انت افضل الوداد ما يجيش مصر، ما ينفعش. والكلام ده اكتر كلام مضر للنادي الاهلي، ولكن اللي عايزين نقف عنده لان جمهور الوداد والجمهور في المغرب بيتابع كل حاجه في قناه الاهلي وفي القنوات المصريه، في نقط ما ينفعش نتكلم فيها. يا كابتن رضا حضرتك ليك طريقتك اللي عارفينها، بس مش كل حاجة ينفع فيها ده، ومش كل حاجة بتبقى لذيذة، ومش كل حاجة بتبقى مقبولة، خصوصا ان الجمهور في المغرب مستاء جدا جدا وشايف دي إساءة. وخرجت المنتديات المغربية ومقالات زي المقال اللي اتكلم عن كابتن رضا، يعني مش هنستعرضه كله. الصحفي الناقد الرياضي منعم بالمقدم اللي اتكلم وشاف ان ده استهزاء لا يليق ابدا بالوداد، وفكره التشبيه لطنطا هو بالعكس ما انتقص من طنطا، وشاف ان بالعكس كابتن رضا هو اللي بينتقص ان هو يحط الفريق وكان احنا بنلعب طنطا. التشبيه اصلا غير مقبول لمدرب نادي طنطا. فكابتن رضا ارجوك حذاري من بعض الكلام او التصريحات اللي ممكن تسيء ليك
وكمان تسيء للكرة المصرية ومن يتحدث في فنياتها، لأن إحنا بنقول للوداد اللي إحنا شفنا منه حسن استقبال يا أسامة، وشفنا من جمهور الوداد روح قبل المباراة وبعد المباراة منتهى الاحترام لقيمة النادي الأهلي والثمان نجوم إفريقية اللي بيحملها النادي الأهلي. فعشان كده بنقول لكابتن رضا بالراحة كابتن رضا، وبنعتذر للجمهور بتاع الوداد، وبنأكد ان شاء الله المباريات في الملعب ولكن تبقى الروح الرياضية، ونحافظ على علاقة جمهور الوداد بجمهور النادي الأهلي، وبنقول ان لا هيجي الوداد واكيد عنده حظوظ والنادي الأهلي يدرك ده جيدا، ونتمنى اكيد التوفيق للنادي الأهلي الفريق اللي احنا اكيد ان شاء الله نفسنا نشوفه في النهائي. لا عايز اضيفه فارس ان التصريحات زي دي ممكن اصلا تشعل حماس لاعبي الوداد، فانت لو بتطلق تصريح زي ده فالتصريح ده مش هيخدم النادي الاهلي يا كابتن رضا، لان في النهايه حاجات زي دي بترفع الروح المعنويه عند لاعبي الوداد فييجوا يلعبوا بغل اكتر. طب ليه؟ طب ما يعني ده احنا عندنا موسيماني ملك الحروب النفسيه دي. فطبعا باكد على كلام فارس كل التقدير لفريق الوداد، وطبعا بناكد على رسالتنا اننا لسه لم نحسم الصعود، والصعود ان شاء الله في مباراة يوم الجمعة القادم. مش بس كده، البعض كمان قلل من فريق الوداد لحساب فريق الرجاء، وبرضه عشان خاطر فكرة ان النادي الاهلي فاز او انتصر 2-0. نطلع نشوف التصريح ده ونرجع نعقب. عايز ارد على جوزيه ان الاهلي هو الافضل على الاطلاق لما هو قال. طبعا وجهة نظر انا مش مختلف فيها، ان الفريق الاهلي كان فريق كويس جدا وحاجة مشرفة لمصر، ويكسب 2-0 في الدار البيضاء دي حاجة محترمة جدا، كلنا يعني مبسوطين بيها. لكن الاهلي ما كانش عنده منافس زي منافس الزمالك، الوداد ما كانش موجود في الملعب مع احترامي الشديد، فما اقدرش اقيس مستوى الاهلي واقول ان هو كان الافضل على الاطلاق، وخبراء الكره في المغرب بيقولوا ان هو الافضل على الاطلاق، وهو اصلا امام منافس كلنا شفناه ما كانش موجود. بدليل ان الاهلي اكمل بس، بدليل ان الاهلي طول المباراه طول ال 90 دقيقه هو المتفوق، ما كانش فيه منافس وعلى ارضه، فبالتالي ما اقدرش اقيس قوه الاهلي في هذه المباراه. انا وجهه نظري يعني. لكن الزمالك على الجانب الاخر، الزمالك كان الشوط الاول فريق الرجاء غير موجود، نفس اللي ينطبق على الوداد ينطبق على الرجاء في الشوط الاول، لكن الرجاء رجع تاني في الشوط الثاني ادانا اماره انه لا فريق كبير وان فريق كويس وعنده كوره وعنده هجمات وبدا يبادل الزمالك. وجهه نظر. فبالتالي المنافس بتاع الزمالك مختلف تماما عن منافس الاهلي. وجهه نظر تحترم. هل الاهلي يحاسب اللي هو هو واضح ان الاستاذ عمرو الدرديري مش واخد الفكره اصلا بمتابعات خالص، لان هو لو متابع كان يبقى عارف ان دقيقتين فقط لا غير حسموا الدوري المغربي لصالح الرجاء، بعد ما كان الوداد خلاص حاطط ايده على الدرع الدوري المغربي، وده ما ينفعش نقلل منه. الأهم من كل ده فريق الوداد عنده خبرات أفريقية أو لاعبين عندهم خبرات أفريقية ربما لا تتواجد في فريق الرجاء. فريق الوداد حصل على بطولة 2017 وكان في مشكلة في بطولة 2018 وقصة الترجي واتحكم الموضوع لصالح الترجي، ففريق أصلا خبراته الأفريقية موجودة، لعيب زي إسماعيل الحداد، لعيب زي إبراهيم النقاش، كل اللعيبة دي تذوقت طعم الفوز ببطولة أفريقيا. فأعتقد ما كانش حاسم الامور او ما كانش متابع الدوري المغربي ولا عارف مدى قوه فريق الوداد اللي كان في دقيقه واحده كان ممكن يكون بطل الدوري لولا احراز فريق الرجاء لهدف في الدقيقه 90. وده طبعا برضو اغفلت نقطه قوه النادي الاهلي، ما هو مش شرط ان انا فريق الوداد ما اظهرش بشكله القوي يبقى ده معناه ان هو فريق ضعيف، لا وارد جدا يكون معناه ان الفريق اللي قدامه فريق قوي قدر يلعب على مفاتيح اللعب عنده كويس، قدر يحجمه داخل المباراه. مش كده بس يا اسامه، عمرو الدرديري عنده منهج واضح جدا طول مباريات الدوري مع فايلر، راجع تصريحاته كان دايما بيتكلم ان الدوري مش مقياس، النادي الاهلي في افريقيا غير الدوري. لما جيت في اختبار زي سان داونز فريق من افضل الفرق في افريقيا كانت على مستوى السرعه وكل المقاومات الهجوميه قدرت تعدي، لما جيت بتلعب الوداد لا ما انت لما عديت قال لك اتفاق موسيماني ده هنا بقى دلوقتي كلام مختلف تماما، بيقول لك اصل مش الوداد انا ما اقدرش اقيس عليه مستوى النادي الاهلي، لو لعبت ريال مدريد في النهائي هيقول لك انا ما اقدرش اقيس اصل ريال مدريد في الفتره دي عنده مشاكل من زيدان تدريبيه وبتاع. استاذ عمرو الدرديري عنده توجه واضح، وبنشوفه في منبر اخر اعلامي بيكون رايه ايه. انا استغرابي وده حق اصيل كابتن سيف زاهر يستضيف من يستضيف، ولكن انا بشوف حد
دايما بيتعامل مع النادي الاهلي بالشكل ده، ودايما تصريحاته سلبيه عن النادي الاهلي. فكره ان انا اجيبه او اساله اسئله فيما يخص النادي الاهلي، حقك يا كابتن سيف، بس اعتقد ان كمان لازم تبقى عارف ان الاجابه مسبقا هتكون بالشكل اللي كل مره بنسمعه ده من نفس الضيف اللي فعلا عنده مشكله حقيقيه مع النادي الاهلي. طب ما انا وارد اصلا عايز اسمع ده منه، ما انا جايبه عشان اسمع ده منه. دي وجهه نظر ثانيه وللاسف مش عايز افترض. خلينا نروح للاجواء اللي حصلت الاسبوع اللي فات. طبعا كانت مباراتين، فطبعا احنا عندنا دايما فقره فار روم بنستعرض فيها الاخطاء التحكيميه، ودايما هنا الفكره مش بنجيب راي خبير تحكيمي عشان يقول الكره دي صح او غلط ولا كده، لا احنا هنا بنطرح الموضوع بزاويه مختلفه تماما، بعين ثانيه خالص، برؤيه مختلفه تماما. اعتقد يا فارس كان في اخطاء تحكيميه في نصف النهائي الافريقي عن مباراتين. احنا الفار روم بتاعنا ما حدش يقدر يعترض فيه، يعترضوا في الفار روم التاني، انما احنا ما عندناش حد بيعترض لان احنا بنوثق كل كلام احنا بنقوله. نشوف اول حدث يخص النادي الاهلي وهو ركله الجزاء اللي اتحسبت على الشناوي، نطلع ونشوف الاراء كانت فيها ايه ونرجع نعقب. هو حسب ركله الجزاء كان بعد كده من وجهه نظره ان في احتكاك مهاجم الفريق المغربي مع الشناوي. اما حكم الفيديو باملك، طبعا حكم الاثيوبي، طبعا وحكم ممتاز كلنا عارفينه ناداه، طالما ان حكم الفيديو كابتن ابراهيم زي ما حضرتك عارف بيناديك يبقى خلاص عنده ايه، في راي مختلف. ثانيه واحده، يعني الكره دي ايه؟ انا يعني ما فيهاش ركله جزاء، ما فيهاش ايه؟ ركله جزاء، ما فيهاش ركله جزاء. لما حسب على النادي الاهلي حكم الفيديو ناداله، قال له انت حسبت على ايه؟ قال له حسبت على اعاقه حارس المرمى، اعاقه المهاجم. قال له لا. يعني انت رايك ضربه جزاء ولا لا؟ اللي بتاعت النادي الاهلي ما فيهاش ركله جزاء خالص، ما فيهاش ركله جزاء، بس اللعبه الجدليه الاكثر جدلا في ضربه الجزاء، ركله الجزاء التي احتسبت لي قرار مخالف للحكم. انا لو احسب خطا على المهاجم حاله مرتده. ايوه بس الحكم بتاع الفار قال له تعالى دي مش ضربه جزاء. اذا هو حكم الفار في رؤيه اخرى بدليل انه استدعاه. انا كنت منتظر ان هو ياخذ قرار ثاني الا اذا كان بقى القانون اتغير في 15 سنه اللي اعتزلت فيها الاخيره دي. احنا كلنا بنتفرج على المباراه وضامنين ان سيكازوي هيحسب حاجه على النادي الاهلي، ما عندناش شك في ده. اللعبه عارف يا اسامه فكره انا مستني، يعني بالضبط. مستني اللقطه ومستني اي احتماليه فيها، الفار رجعوا انا مصمم على قراري، ولكن يعني سبحان الله الضربة الجزاء بتضيع. انا في رايي عارف لو كان ضربة الجزاء دي ما جاتش وضعت والنتيجه 1-0، لعيبة الوداد معنويا ما كانوش هينزلوا بالشكل ده. بعد ضياع ضربة الجزاء على ملعب الوداد في اللحظه دي انا كنت شايف ان لعيبة الوداد مقتنعين تماما ان اليوم ده مش يومهم، وفرقت معانا بقفاز الشناوي اللي بجد ربنا يحميك يا ابني، فعلا كل كلمه دعم ليك هي قليله، بس ان شاء الله لحد ما ترفع البطوله يكون التتويج باذن الله تكمل على خير. ودايما احنا هنا بنتكلم بكل الرؤى، فكان في حكم اخر او خبير تحكيمي اخر له تعقيب او له راي في دور نصف النهائي سواء الاهلي والوداد او الزمالك والرجاء، نسمع ونرجع. وانا بيسعدني ان انا اكون معايا ديرموت جالجر، واحد من اهم الحكام في تاريخ البريمير ليج. يعني طبعا انا سالته على الكره الاول بتاعت احمد عيد، الكرة اللي كان عليها جدال كبير جدا اللي احنا شايفينها قدامنا، وانا والله ما اعرفش هو كان هيقول ايه يعني، بس الراجل بيقول ان هي بينالتي على احمد عيد لصالح الرجاء، لصالح الرجاء. انا والله ما اتكلمتش معاه قبل الهوا، ما اعرفش هو كان هيقول ايه. بيقول ان الكرة اللي على الاهلي بتاعت الشناوي ضربه جزاء 100% لان حصل احتكاك موجود. عشان احنا هنا بندي كل ذي حق حقه، احنا هنا قبل كده جبنا الكابتن ميدو على جهاز كشف الصد، لكن لما يجيب او يجتهد ويجيب حكم او خبير تحكيمي بالشكل ده، هو طبعا بيقول والله انا ما كلمته لان انا الرساله طبعا واصله لجميع الناس، انا ما اعرفش ان هو هيجي يورطنا في ركله جزاء او حاجه زي كده. لكن في النهايه في خبير تحكيمي قال ان ركله جزاء النادي الاهلي، هو قال اي ثينك، يعني هو بيعتقد ان هي ركله جزاء. اما عند ركله جزاء الرجاء قال يعني 100% ركله جزاء. وهنا نقطه ثانيه خالص من فكره الفار، فكره الموضوعيه، الموضوعيه اللي كمان بتتنقل طبعا في اعلام قوي جدا منافس بيقدر يصدر المظلوميه التحكيميه لكل الدول العربيه، لكن اعتقد اللي بيحصل في نصف النهائي اعتقد الموضوع هنوضحه صوت وصوره، عشان فكره الموضوعيه دي مهمه جدا يا فارس، لان زي ما ميدو كان جايب حكم موضوعي
ونقول برضو ان ميدو كان موضوعي في انه ما اتكلمش معاه او حاول ياثر عليه، بالتالي برضو كان في اشخاص اخرين اعتقد افتقدوا الموضوعيه. هنروح لاشخاص اخرين، بس اتحدى حد بيكون في قناه منتميه لنادي بيتعامل ان هو بيجيب راي حكم بيقول ان ركله الجزاء مش ركله جزاء، مع ان في ثلاث حكام اكدوا ان هي ركله جزاء، ان هي مش ركله جزاء. فدي سياستنا عشان فعلا نكون مقتنعين بالمحتوى اللي احنا بنقدمه ليكم، لان احنا عارفين جمهور النادي الاهلي زي ما قلت دايما قادر على الفرز. ونروح لكابتن جمال عبد الحميد اللي كان له راي وتفسير اخر فيما يخص مباراه نادي الزمالك، نسمع عليه. يعني انا عايز اقول حاجه بس، هو الحكم حكم دولي وحكم جميل جدا وحكم على مستوى عالي قوي، ولكن في عنده فار وعنده كمان مجموعه كبيره قاعدين على تقنيه الفيديو فوق على الفار بيقولوا له دي ضربه جزاء ولا مش ضربه جزاء. اذا المجموعه اللي قاعده فوق بيعيدوا الكوره 3 4 5 6 7 مرات عشان يقولوا دي ضربه جزاء ولا مش ضربه جزاء، فهو بيوقف اللعب لغايه ما بيسمع. انما اصلا الحكم كهو صاحب القرار الاخير هو ما حسبش من الاول، دليل ان هو كان قريب من كل لعبه، فهم فوق قالوا له مش ضربه، ما فيش ضربات جزاء، فالحكم ما قصرش، الحكم حكم بالملي كل حاجه صح، وسمع كمان كلام الناس اللي قاعدين على تقنيه الفيديو. الفكرة الجزم والشكل القاطع اللي بيتكلم بيه كابتن جمال عبد الحميد، احنا هنا في النهاية ده رأيه، وفي النهاية نادي الزمالك فاز وقدر يحقق نتيجة إيجابية، بس احنا عايزين نقول تبعات النوعية دي من الآراء ايه، خصوصا يا أسامة ان هي طالت النادي الأهلي بشكل او بآخر، وفي حالة غريبة جدا بدأت تتحدث وكأن الفرق المصرية بيتم مجاملتها، مع ان احنا عندنا ركلة جزاء اتحسبت علينا، ثلاث حكام بيقولوا ان هي ما فيهاش حاجه. هو ده هي دي الفقره، ده هو ده التناول اللي احنا بنتناوله هنا. لكن الحقيقه الكابتن جمال عبد الحميد يعني برضو بيؤكد على فكره الكابتن هيثم فاروق اللي في مباراه حسنيه اغادير شاف الكره تخطت المرمى فقال بما اني زملكاوي فالكره ما عدتش. ده طبعا حصل مع بعض الكلام في عن التحكيم قبل مباراه الاهلي والوداد، وتحديدا عشان تعيين سيكازوي، فخلى فهد المولدي الخبير التونسي يتكلم عن فكرة افتقاد الموضوعية. وهنا هي دي الرسالة اللي احنا من هنا بنتناول الفقرة دي، نسمع طبعا فهد المولدي ونرجع نعقب. نزمنا نتحلوا بالموضوعية، معناها سمحني الفريق الـ بالأمس الأهلي فاز 2-0 وتحدثنا على الحكم وكأنه ظلم الأهلي، اليوم قلنا الحكم لا باهي موضوعي، ولكن كيجينا نحلوا نقاو على الأقل فما ضرب جزاء للفريق المغربي، على الأقل ضربة جزاء، ما عادش موضوعي، ما عادش الحديث موضوعي، وأنا لا نتحدث عن الحكم. وبالتالي وحكمنا على الحكم بتاع مقابلة البارح لا على المقابلة، وإنما على بطاقة السوابق نتاعو على أساس والله عنده تاريخ وعنده كذا، ولكن في المقابلة لم يؤثر بصورة مباشرة. ده رأي طبعا الكابتن فتح المولدي، وهو عنده بعض الحق، لأن البعض في الاستوديو ما تناولش فكرة الأخطاء التحكيمية في مباراة الأهلي والرجاء، لكن هو هنا بيحاول يعني عدم موضوعية إن أنت تتكلم قبل مباراة أو قبل تعيين سيكازوي. لا، إحنا لازم نتكلم قبل تعيين سيكازوي، لما حكم يكون بيساعد الترجي أو بيخطأ خطأ في مباراة الترجي وأول أغسطس تصعد الترجي للنهائي وياخد إيقاف 4 أو 5 شهور ومش عايزني أتخوف، لا أنا موضوعي جدا في إن أنا أتخوف. اللي مش موضوعي هو اللي معاك حق فيه، إن أنا لما يحصل أخطاء تحكيمية لصالح فريق مصري، طبعا نادي الزمالك نادي شقيق طبعا معانا، لكن إن ما نتكلمش في الموضوع ده يكون فيه عدم موضوعية، خاصة إن الأمانة يعني كان طارق دياب موجود في مباراة أول أغسطس والترجي، ولما تسأل عن الهدف قال الهدف هدف صحيح لأول أغسطس، وكان ما نصعدش الترجي ما يستحقش الصعود للنهائي. وهي دي الموضوعية اللي بما إنه هو محلل تونسي وبيتكلم فيها، وفعلا التوانسة بيقولوا الكلام ده، فهو عنده حق في فكرة الجانب ما يخص غير النادي الاهلي. يا اسامه ده انا هكمل على كلام انت قلته الحلقه اللي فاتت لما اتكلمت في شطاره الزملكاويه في الاستوديوهات التحليليه. انا متابع الاستوديو من اوله، لما جينا نتكلم في التحكيم كابتن هيثم فاروق خد سكه واضحه ان الحكم كويس، يوسف شيبو بدا يتكلم لا الحكم عنده 1 2 3، دخل معاه في جدال عنيف جدا الى ان وصل لنتيجه عظيمه جدا، خلى يوسف شيبو يقول الحكم كان وحش وساء في المباراه على الفريقين.
مع ان البدايه كانت مختلفه تماما. البدايه يوسف شيبو اصلا قال لك ده تحكيم الثمانينات في افريقيا. صحيح قال قبل ظهور الكاميرات. انت متخيل واحد واخد سكه ازاي؟ بعد كده قال لا كانت قرارات وحشه على الفريقين. هو بيعمل حاجه وبيعمل مجهود لفريقه والناس بتقيم هل الكلام موضوعي ولا لا، لان اللي بيكون موجود في الاستوديو التحليلي مش بيقول حاجه تابعه للانتماء بقدر ما هو بيقول صوره. اسمه استوديو تحليلي يعني بتحلل موقف. ولكن مزيد من الاراء اللي طالت النادي الاهلي نتيجة واقعة هو ملوش علاقة فيها في مباراة الزمالك والرجاء، مهم جدا نرد فيها. نطلع ونشوف الفيديو للصحفي محمد أبو السهل ونرجع نعلق. الهزيمة اللي تعرضت لها الرجاء هي هزيمة مدبرة، الحكم بطل، الحكم ذبح الرجاء في هذه المقابلة، لأن السيطرة كانت ديال الأشقاء في مصر وأشقاء في تونس، والناس اللي كانوا تيحكموا في الكاف كانوا تيحكموا كيديروا اللي بغاو، ناس ديال الفساد وهما يعترفون. فاروق جعفر المصري اللاعب الدولي والاطار الوطني قال لك راه كنا كنجيو كنجلسوا مع الحكم كان كيقول لنا واش بغيتي نخرج لكم العاب ولا نعطيكم بيلانتي. تعميم غير مقبول اطلاقا. يعني الرجل تحدث في حق نادي الزمالك وفي حق النادي الاهلي وفي حق الكره المصريه بشكل عام. طبعا فيما يخص نادي الزمالك له اعلامه يرد كما يشاء، ده امر لا يعنينا اطلاقا. ولكن النادي الاهلي اللي خد بطولاته كل بطولة بتعب ومجهود وبإنجاز هو خاص بالنادي الأهلي وخاص بفعلا سمات النادي الأهلي في البطولات اللي حققها، وظلم تحكيمي ضيع مننا عدد من البطولات. لما نستعرضها فعلا هنكون بالرد رد عملي، فلن نقبل هذا التعميم. وهو زي ما اتكلمنا فيما يخص الوداد، فيما يخص بقى نادينا ده مرفوض إطلاقا. بطولات النادي الأهلي جابها بمجهوده وجابها فعلا بعرق لاعبي يا اسامه. بص، هو بعض الحاجات اللي بنقع فيها احنا بندفع ثمنها بصفتنا كلنا انديه مصريه، فيبدا زي ما انت بتقول تعميم. طبعا احنا دورنا كنادي اهلي لا نوضح النادي الاهلي بيجامل تحكيميا وبتقول سيطره مصريه تونسيه. طبعا مع تحفظنا على تصريح الكابتن فاروق جعفر هو مسؤول عنه مسؤوليه مطلقه، وده اللي احنا قلنا هيكون له تبعات مش كويسه للكره المصريه. لكن انك تقول ان النادي الاهلي بيتجامل من ضمن الانديه المصريه، لا، ده احنا افتقدنا بطولات افريقيه باخطاء تحكيميه فجه في حكام فيها اتشطبوا. نشوف الاخطاء التحكيميه اللي حرمت النادي الاهلي من التتويج ببطولات افريقيه امام فرقه تونسيه. هذا هو، بارك الله فيكم. هذا الهدف نيونغ انت بنانا اوفسايد في موقع تسلل واضح ورجع من تسلل وسجل الهدف. كابتن طارق، هدف رايك؟ هدف صحيح. اعتقد هناك كان مسك والحكم اقر في ذلك، لكن انا اعتقد بان المخالفه حصلت داخل منطقه الجزاء. خليل الشمام يمسك بذراع جده، نلحظ قدم اليسرى لجده كانت على الخط، وبالتالي الجزء المتبقي من الجسم كان داخل منطقه الجزاء، وانا اعتقد كان يمكن ان يعطي ركله جزاء. دي بس اخطاء تحكيميه امام الترجي. هدف بنانا من كره ثابته، يعني اسهل حاجه تحسبها تسلل للكرات الثابته، ومع ذلك هدف. كمان كره في 2018 في بدايه دوري المجموعات، مروان محسن هدف ورا صحيح. وبالمناسبه الكابتن طارق دياب هو اللي كان بيقول الهدف صحيح، ده برضه عشان فكره الموضوعيه التونسيه. اما الماتش اللي فيه ضرب الجزاء لجده، ده ماتش كارثي، ده اللي فيه ايد انرامو. لما نشوف الصوره، طب مش محتاج تعليق ان دي خطا ولا مش خطا. وبالمناسبه الحكم لامبتي بعد كده تم شطبه مدى الحياه، لان تم يعني ثبوت ادله الرشوه عليه. فلما نقول حكم مرتشي فاحنا بنقول بحكم القانون اللي حصل، وان هو من الفيفا تم شطبه كره انرامه. ضرب الجزاء في جده غير الطرد، غير كان كمان يا فارس لنا ركلتين جزاء في الدور الاول، اخطاء تحكيميه كارثيه. ادي صوره انرامه مش محتاجه اي تعقيب، وكانت في الدقيقه الاولى خرجت النادي الاهلي كله عن شعوره، لدرجه ان بركات اللي هو الهادي انتعصب وانفعل وانطرد في المباراه. واحده من ابشع اللقطات التحكيميه في رايي في تاريخ كره القدم كله، يعني اللقطه اللي قدامنا دي. بس عايز اقول لك حاجه، هي مش غريبه، وان كانت في رايي يعني مش غريبه، ان الحكمين اللي يتوقفوا بتهمه الفساد، واحد منهم يكون في مباراه خاصه بالترجي والنادي الاهلي، واحد والتاني هو بطرس متابيلا في 1994 في السوبر الافريقي امام الزمالك. يعني ما تستغربش من الموضوع لا ده؟ لا مش مستغرب، لان طبيعي احنا كان في اخطاء تحكيميه بس احنا اللي بنجامل تحكيميا. اما احنا عشان كده بنرد على الاستاذ محمد ابو السهل. هنيجي بقى في بطوله 2007، النادي الاهلي بيخسر البطوله، عمرنا ما هننسى.
الفضيحة بتاعة العرجون في 2007 النجم الساحلي وتتويج كان فيه لقطات واضحة لو عرضنا الصورة وشفناها. أدينا زي ما احنا شايفين ركلة جزاء واضحة جدا لم تحتسب. ركلتين. كابتن عماد متعب ولقطة جزاء شديد. أحمد تانية. شديد. أحمد شديد. بس هو متنكر في عماد متعب. متنكر في عماد متعب واللقطة التانية ركلة جزاء أبو واضحة. أبو تريكة غير كمان الخطأ اللي كان بتاع بركات غير قبل كده. لا خطأ بركات ده ما ينفعش نعديه كده، ده من ركلة جزاء ليك. اللي كمان انذار تاني البركات يحرمه من انه يلعب مباراه العوده. انت كنت واخد 2005 وخدت بطوله 2006 في تونس، فكفايه كده. كان بس هو ده كانت واضحه وصريحه ان النادي الاهلي مش هيتوج بالبطوله دي. بس مش دي بس. كان مين الحكم يا فارس؟ كان الحكم المغربي العرجون الاستاذ محمد ابو السهل اللي بيقول سيطره مصريه تونسيه، حكم مغربي هو اللي اهدى البطوله لفريق تونسي باخطاء تحكيميه واضحه. هل كمان ما كانش قدام الوداد اخطاء تحكيميه اطاحت بالنادي الاهلي من البطوله؟ لا، كان فيه في 2011 طبعا في مباراه الوداد اللي انتهت 3-3 هدف واضح جدا من تسلل مش محتاج فيه اي كلام، وده كان سبب في اننا نخرج من دوري المجموعات. ده امام الوداد. ممكن نعرض الصوره برضو عشان تكون واضحه لحضراتكم. ادي اعتقد الصوره واضحه جدا مش محتاج. انت شايف حامل الرايه يا فارس؟ انت متخيل التمركز ومتخيل القرار؟ يعني ما فيش اي مبرر غير ان ده قرار مسبق ان الكره دي مش هتتحسب. بس الوداد ما كانتش دي اخر لقطه معاه. ده معانا ده الوداد رايح جاي زي الاسماعيليه رايح جاي كده. فهنروح لصوره الوداد في 2016 برضو. فكره التسللات يعني ايه المنطق في دي؟ الكره سابقه اصلا يعني مؤمن زكريا لقطة غريبة جدا في كانت في دور المجموعات واحنا خرجنا من دور ال 16 برضو اخطاء تحكيمية متواصلة معانا يا اسامة. ما كانتش هي اخر لقطة. لا احنا في كانو بيلرز يعني فريق في دور 16 2009 متعادل هناك 0-0 وجيت هنا دي اتحسب. ده بقى يعني ده غير طبيعي. ده يعني حاجة كده صعبة جدا. بيفكرنا باهداف كتير اتحسبت هنا في الدوري المصري مش عايزين مش عايزين نذكرها يعني. لكن الوداد يا فارس وفي 2017 النهاية. وطبعا خطا تحكيمي فادح. وفي المباريات الكبيره دي الخطا بيبقى مؤثر. الكل شافه غير كابتن جمال الشريف في الواقعه الشهيره دي. بس يا اسامه الفكره احنا امتى استعرضنا ده؟ لما بقى في تصريح من ناقد مغربي بيقول وفيما يخص انك ما ينفعش كنادي اهلي تسكت على حقك في تصريح زي ده ابدا، مستحيل تعدي، خصوصا ان الاخوه في المغرب ممكن ياخدوا الصوره الذهنيه عند اللقطه دي. ولكن احنا جينا ردينا، هل يا اسامه بكم البطولات اللي عرضناه دي لو احنا جمهور يهوى المؤامره كما يفعل البعض ما كناش عشنا في مظلوميه ان احنا بالشكل ده؟ تخيل كل ده اتظلمت فيه. لا، النادي الاهلي بيكمل ما بيقفش عند حاجة، فقط بنيجي نسترشد بها ونرد لأن ده حق النادي الأهلي مش عشان بسيط. احنا بنعيش في مؤامرة. هديك مثال بسيط. أزمة إنرامو الشهيرة دي كانت في 2009. في 2012 خدنا البطولة من الترجي في تونس. حي. عندنا أزمة 2017 والحكم اللي يا رب ما يجيلنا خالص بملاكة سيميا الأثيوبي اللي كان حكم مباراة الأهلي والوداد في 2017. احنا رحنا المغرب في الدور نصف النهائي كسبنا 2-0 وان شاء الله ربنا يكملها على خير ونحسم الصعود. وهو ده الفريق اللي ما بيقفش عند اخطاء تحكيميه. بنحذر، ولكن النادي الاهلي ولاعيبي النادي الاهلي لازم يركزوا ان مستواهم الفني لو هم وصلوا لمستواهم الفني المعروف يقدروا يحيدوا اي حكم مهما كانت نواياه. دي طبعا كانت في الفار النهارده. هنطلع فاصل، تقدر تمسك الموبايل ونرجع نستكمل باقي فقراتنا وطبعا ريمونتادا. ورجعنا لكم وفقرة ريمونتادا. وضفنا الأول النهاردة في ريمونتادا إبراهيم فايق. جبنا اللقطة دي عشان بجد اللي عايز يفرز واللي عايز يعرف يعني إيه إعلاميا تيجي في وقت تستغل غضب الجمهور نتيجة مباراة وتبروز منه لقطة، ويعني إيه إعلاميا أحيانا النادي الأهلي بيتم التعامل معاه بشكل غير موضوعي. إحنا هنديكم مثال، ركزوا في الفقرة وركزوا في تسلسل الفيديوهات عشان نعرف هل أحيانا بيكون النقد بناء ولا النقد بيكون هدفه حاجة تانية خالص. نطلع ونشوف أول فيديو لإبراهيم فايق وهو بيتحدث بعد مباراة الوداد عن شخصية النادي الأهلي ولاعيبة النادي الأهلي. نشوف الفيديو.
نادي الأهلي القصة منتهية. اليوم حلو والماتش كان حلو والأهلي كان حلو، حلو قوي، حلو لأنه ده الأهلي، الأهلي بقى ها اللي بالك فيه، الأهلي اللي انت تتغنى بتفاصيله، الأهلي اللي هو بره زي جوه، لا وبره أشرس كمان من جوه. الأهلي النهاردة اللي حضر بشخصيته وبأدائه الفني وباللياقته البدنية، أداء فني محترم ومرموق، وأضيف لده كمان لياقة بدنية للعيبة كانت مركزة وفايقة وواثقة من نفسها. موسيماني هتقول لي بدري، هقولك أيوة، بس بيثبت الراجل أنه عنده القدرة على ضبط أمور فنية كتير جدا. الراجل بيعرف يقرأ ماتشات كويس جدا. الأهلي اتعامل مع المباراة بشخصيته، الأهلي اتعامل مع المباراة بالفعل وليس برد الفعل، ودي تفرق كتير قوي. من الدقائق الأولى بتضغط وتضغط صح، ويضغط قفشة ويكمل بالكورة ويسجل الهدف الأولاني مع الدقيقة 3 ولا الدقيقة 4، لا ده الأهلي جاي، لا ده الأهلي موجود، لا ده الأهلي بيقول إنه مش جاي المباراة ديت وهو خايف، ولا هو مقدم رجله ومأخر رجله. الأهلي عمل اللي عليه ورجالته عملوا اللي عليهم. ده الأهلي هو كده، لازم لما يلعب بره يكسب. ده الأهلي اللي ما يخسرش كرة بسهولة. ده الأهلي اللي لما يضغط ويتهاجم يدافع زي الأسود. حلو، كلام جميل وكلام معقول، ما أقدرش أقول حاجة عنه. كلام اديت النادي الأهلي حقه في وقت الأهلي واقف على رجليه كويس قوي. النادي الأهلي واقف على رجليه كويس قوي، وما تقدرش تتكلم غير في اللقطة دي. بس كان في لقطة تانية هي اللي هتفهمنا احنا ليه بنتكلم في اللقطة التانية. هو البعض ممكن يقول لك طب ما الراجل بيتكلم كويس عن النادي الأهلي، انت ليه بقى جاي تتكلم؟ لأن الحقيقة القصة كلها مش بالشكل ده. في أخطاء في تناول إعلامي لمواقف النادي الأهلي بتتحسب بالمباراة. أنا هنا مباراة فايز فيها، الصوت الشاذ هو اللي يطلع يقول ان النادي الاهلي ما لعبش مباراه امام الوداد في المغرب بشكل مش كويس، لكن الجميع هيتفق ان الاهلي لعب مباراه جيده، الاهلي لعب بشخصيه البطل، الاهلي ضغط من اول 3 دقائق، لكن كان في مباراه ثانيه الاهلي برضو لعب بشخصيه البطل، الاهلي نزل ضغط من اول 3 دقائق وكره في القائم وكره بيصدها ابو جبل، لكن كان التعقيب على النتيجه مش على الاداء ولا على شخصيه البطل، كان له راي مختلف تماما. نطلع نسمعه. لو انت مش شايف انه في مشكله ليها علاقه بالاداره في النادي الاهلي، انا اسف، انا بقول لك في مشكله. المشكله بقى اعمق شويه من فكره الكوره. فين شخصيه النادي الاهلي؟ فين اللعيبه بتاعه النادي الاهلي؟ فين الانتقاء؟ في ناس لا تصلح انها تلعب في النادي الاهلي، متسابه ليه؟ في ناس موجوده وما بتعملش حاجه في النادي الاهلي، بتعمل ايه؟ في قرارات مش صح اتخذت كتير، القرارات الصح، القرارات الغلط اللي اتاخدت كتير وما كانتش صح وما كانتش على قدر النادي الاهلي ما بيتمش تصحيحها وتصويبها ليه؟ لا يا جماعه، في مشكله ليها علاقه بالتعاقدات. مين يقول؟ الاهلي عنده مشاكل، شخصيه النادي الاهلي ما بقتش موجوده، الفرقه بقت فاضيه. واللي شايف اي حاجه تانية غير كده يقول لي، لو الفرقه مش فاضيه يقول لي الفرقه لا الفرقه مليانه ومكسره الدنيا واللعيبه جامده وواقفين على رجليهم ها؟ لا يا جماعه، خبرات النادي الاهلي ما بقتش موجوده. نركز كده عشان الفيديو ده له تفسير واحد لانه يكون سليم، ان الفيديو ده مثلا من 3 سنين كان في اداره مختلفه، كان في لعيبه مختلفه، كان في كل حاجه مختلفه، لكن ان يكون الفيديو ده من شهور بسيطه، من شهرين تقريبا، من تحديدا مباراه الاهلي والزمالك، المباراه الوحيده اللي النادي الاهلي اتهزم فيها في مسابقه الدوري اللي النادي الاهلي بيحقق فيها الارقام القياسيه، يطلع النقد بالشكل ده. مفيش اداره، مفيش شخصيه لاعبين، في اخطاء اداريه خاطئه، في لاعبين ما يستحقوش يلبسوا تيشيرت النادي الاهلي. اللي مش شايف غير كده يبقى عنده مشكله. نفس الفرقه بنفس الاداره، اتغير المدير الفني، لكن حتى مع المدير الفني ده كان في راي اخر لابراهيم فايق لما النادي الاهلي انتصر. عشان تبقوا فاهمين الدنيا ماشيه ازاي، موجه تطلع هطلع، تنزل ده انا هنزل قوي. اسامه، هي فعلا هنزل قوي، وانا عجبني التعبير ده، هنزل قوي، لان الفكره واضحه. ده اعلامي قاعد، وده احنا بنكشفه للجمهور. اوعى وانت قاعد كمتلقي يضحك عليك في لحظه، لا، هو دلوقتي لقيت الطبطبه لان الناس كلها فرحانه زي ما اسامه قال. انما في لحظه انت متصدر فيها الدوري بفارق كبير جدا من النقاط عن نادي الزمالك، خسرت، المشكله في الاداره، الفرقه فاضيه، انت مش شايف في مشكله، هز الفريق، هز النادي الاهلي. تخيل النادي الاهلي كان بيتاثر بده وجمهوره ما وقفش، جمهوره اللي اتقال عليه لجان الكترونيه عشان رد. جمهور الاهلي مش لجان الكترونيه، جمهور النادي الاهلي عنده شخصيه بتقدر تميز امتى
فعلا بيكون النقد صادق وامتى الكلام بيكون عايز ينال من النادي الاهلي. زي ما انت قلت يا اسامه، انت بتتكلم هنا ان النادي الاهلي اللي مش شايف ان شخصيته راحت يبقى مش شايف، اللي شايف ان الفرقه فاضيه مش شايف. المباراه دي كان قبلها مباراه سان داونز بفتره، تعالوا نشوف هل في الفتره دي لحقت تفضل فرقه وشخصيتها تضيع ولا لا. نشوف ابراهيم فايق قال ايه بعد الفوز على سان داونز. الاهلي دائما وابدا يؤكد على شخصيته في المواقف الصعبه، وكان الاهلي يدلل كل مره بان المواجهات الافريقيه دائما ما يحسمها نسر الاهلي. الاهلي اليوم استطاع ان يتاهل الى الدور المقبل في دوري ابطال افريقيا بعد تعادل ايجابي بهدف لهدف امام صن داونز. النهارده فكر الراجل كان فيه قرايه هايله، ثلاثه في نص الملعب يقفل بيهم كويس، يبقى عنده استحواذ في نص الملعب. ليه بنتكلم انه الاهلي النهارده لعب بشخصيته؟ هي شخصيه الاهلي اللي بتجيب اهداف. اعتقد كل حاجه واضحه، شفنا من الزاويه المختلفه تماما امتى شخصيه النادي الاهلي راحت وامتى رجعت، وامتى الموضوع راح لاكبر من مباراه كان سهل جدا يتقال النادي الاهلي فارق بنقاط، خسر، حاول، كان افضل ولكن ما وفقش، انما الموضوع راح لهد في النادي الاهلي واضح جدا يا اسامه. هو كان واضح جدا وكنا حابين نوضحه، وحابين نوضح ان تشكيل تقريبا صن داونز هو تقريبا التشكيل اللي لعب مباراه الزمالك اللي تم الانتقاد فيها باستثناء محمود متولي ربنا يرجعه من الاصابه، وبرده رينيه فايلر في مباراه الزمالك لعب بالثلاثه وبرده ضغط، ولكن النتيجه هي اللي خلت الراي ده. ده معناه ايه؟ ده معناه ان تاخد بالك كويس قوي ان بعض الناس مستنيه ليك اي نتيجه سلبيه عشان تكشف عن وجهها الحقيقي، مفيش اي موضوعيه، مفيش اي مهنيه، الكره دي نتائج متغيره جدا، لكن انت كل اللي بتعمله احتمالات النجاح، عندنا فريق كويس، وقعنا في ازمه مع رينيه فايلر، جبنا مدير فني كويس، مكملين بشكل كويس، لكن خد بالك الناس دي في اي نتيجه سلبيه لا قدر الله هتلاقيهم رجعوا تاني للاداره واللعيبه الفاضيه، واللي مش شايف مشاكل يبقى مش شايف اي حاجه، ولو اتكلمت تبقى لجان الكترونيه زي ضيف فقرتنا برضو في ريمونتادا الكابتن مجدي عبد الغني اللي مع اي انتقاد ليه بيتجه لفكره لجان الكترونيه. الحقيقه كنا هنتكلم في فتره من الفترات عن الكابتن مجدي عبد الغني، ولكن بعد قرار ايقافه من قناه تن قلنا خلاص الراجل ارتجل، واحنا من عادتنا هنا كفرسان اننا ما نقدرش نتكلم عن حد مش هيقدر يكون ليه صوت، لكن هو حاليا احد الضيوف على احد القنوات الفضائيه مش ليه صوت بيجلد بالظبط، وبيتكلم بشكل قوي جدا عن فكره النادي الاهلي وان هو لم يسيء لاشخاص او لم يسيء لكيان بيسيء لاشخاص، وهو مش قادر يفهم حتى المفهوم اللي واصل عند جماهير النادي الاهلي ان اشخاص بتمثل الكيان الاعتداء عليها هو اعتداء على الكيان. لكن كمان ان الكابتن مجدي يقول انا ما غلطتش وعندنا فيديو واضح جدا غلط فيه، لا يبقى هنا لازم نقف ولازم نستعرض كلام الكابتن مجدي عبد الغني وهو بنفسه يبقى يحكم على نفسه. طبعا الكابتن مجدي عبد الغني لاعب كبير وتاريخ كبير ومحدش بيقلل من تاريخك، لكن عطائك للنادي لما بيتوقف اسمح لي رصيدك عند الجمهور بينفذ. نطلع نشوف الكابتن مجدي عبد الغني وهو بيسيء لرموز النادي الاهلي ونرجع نعقب. ده بقى مكانك واخد بالك، واللي انت عايزه كله يتعمل، واللي ولادات الاصل ما عملوش احنا نعمله عيب عيب. احنا بص يا حسام، انت دلوقتي موجود في مكانك وموجود في المكان اللي انت هتؤمر بيه بعد ما تخلص كوره احنا ناهلك تبقى مدرب عالمي بعد عمر طويل. اسمع بعد ما تخلص ناهلك تبقى مدرب عالمي، نبعتك تاخد دراسات في اي حته في العالم زي ما انت عايز. فانت بس حط بطنك قطيع، لان انت اديت لمصر واديت لكره القدم واديت للنادي الاهلي اللي هو له فضل علينا كلنا. انا مش هقدر اعيد الكلام اللي قاله الكابتن مجدي عبد الغني لان انا شايف ان ده تجاوز واضح جدا، تجاوز انا نفسي ما اقدرش اكرره مره تانية، لكن الكابتن مجدي عبد الغني لما يجهله لا نحاول فكرناه بيه ووريناه ازاي تجاوز في رموز للنادي الاهلي تمثل كيان النادي الاهلي يا فارس. بص يا اسامه، زي ما قلنا كل الاشخاص بتخطئ، حتى الاداره اكيد ما فيش اداره بتعمل كل حاجه مثاليه، ولكن هو انت بجد غرضك ان انت
فعلا تصلح حاجة؟ غرضك انك تنصح ولا هل في غرض تاني خالص؟ وده اللي واضح، احنا مش هنسيء واحنا مش هنتجاوز ومش هنتعامل معاك باسلوبك يا كابتن مجدي، لان احنا مش كده ومش هنعرف نعمل ده. ولكن اللي انت بتعمله واللي انت بتعمله في حق فعلا النادي الاهلي والله العظيم ما له علاقة بانتماء للنادي الاهلي ولا خوف على النادي الاهلي، ده له علاقة بحد بيصفي حسابات شخصية، وليه حد مستحيل يا كابتن تكون بتحب النادي الاهلي وبتعمل كده. ليه؟ ببساطة انت بتتكلم في الراجل هنعمل معاك اللي الناس تجاوزت في حقهم ما عملهوش. طب تعالى نشوف لما ادارة النادي الاهلي قعدت وقالت لحسام عاشور هتخرج من الباب الكبير نتيجة ان في رأي فني واحنا ادارة محترفة، هيتعمل لك مهرجان اعتزال، هيتجاب لك فريق عالمي تلعب معاه، هتكمل، عايز اعلام هتعمل، عايز تكمل في الجهاز الفني هتكمل، عايز تتأهل وتشتغل في الإدارة التسويقية هتشتغل، كل ده النادي الأهلي قاله، اللي انت بتقول ان هم ما عملهوش. طب تعال نشوف انت نفسك، هو كابتن مجدي عبد الغني نفسه كان رأيه في اللي النادي الأهلي ده هيعمله ايه، ونرجع مش نعقب، نرجع نكشف النوايا. نشوف الفيديو. وقت الظروف كان في لو في ظروف معينه ما يعملش مباراه اعتزال مثلا لحسام عاشور مثلا اللي وعده بحاجه يا عم ما يتعملش ولا حسام عاشور ممكن ما يتعملوش ماتش، وانا ليه احط نفسي انا اديله ليه ماتش اعتزال طالما اديته ملايين وهو بيلعب معايا؟ اعمل له ليه ماتش اعتزال انا يعني انا ابقى على رقبتي سيف ليه اعمل له ماتش اعتزال؟ مش فاهم انا. ما انا النهارده ده بقت الكوره عرض وطلب، انت واخد بالك؟ اللعيب ده لعب عندي وخد قيمه ما لعب عندي، خد القيمه، اعمل له انا ماتش، اعمل له ده موضوع بقى تاني بقى، في حد بيحبه زياده، حد عايز يعمل له حاجه، جه مجلس اداره عايز يكرمه مثلا كرمز، موضوع تاني خالص، ما يبقاش سيف على رقبتي واقعد اكتبه. ما انت خلاص يا حسام عاشور خدت مقابل اللي انت لعبت بيه، ليه هتعملوا له حاجه؟ ليه هتدوا له حاجه زياده؟ هو ده كان تفكير كابتن مجدي اللي قال له احنا هنعمل لك اللي غيرنا ما عملوش. يا كابتن مجدي اقعد اتفرج على ده، ولو في واحد في مصر يقول ان احنا بنهاجمك بلا داعي ومش بنهاجم ارائك اللي كلها هدفها الهدم، والله العظيم يا كابتن مجدي انت اللي بتضيع تاريخك مش اي حد، انت اكتر عدو لنفسك باللي بتعمله ده. والكابتن مجدي اعتقد الصوره واضحه للمشاهدين، واعتقد احنا ما بنخرجش عن النص، واعتقد يا كابتن مجدي لو انت شايف بالفعل ان جماهير النادي الاهلي اللي بتنتقدك هي جماهير او لجان الكترونيه، انت بتتكلم عن انك دخلت انتخابات النادي الاهلي، وحتى دي قلت كمان انا حصلت على 3000 صوت وتقريبا هم اللي بيحضروا. يا كابتن مجدي الانتخابات اللي حضرتك دخلت فيها انت كنت الثالث، وال 3000 صوت انت 2886 تقريبا صوت من اصل حوالي 18000 صوت، فهل كمان الجمعيه العموميه عباره عن لجان الكترونيه يا كابتن مجدي؟ اعتقد الرساله واضحه جدا للمشاهد، واعتقد نقفل باب الكابتن مجدي، لكن رساله مهمه جدا للبعض. البعض اللي تحدث عن وصول اتوبيس النادي الاهلي باساءه، النادي الاهلي ارقى بكتير وعندنا منافسه مهمه جدا في افريقيا، لكن احنا مش ناسيين وهنرد في الوقت المناسب، لان ما ينفعش يتم التجاوز في حق النادي الاهلي حتى لو انت بتجامل اللي انت مختلف معاه. نشوفكم في حلقه جديده من الاهلي خط احمر، سلام.